بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوتنا المجاهدين في أرض فلسطين نصرا مؤزرا، وأن يكسر شوكة اليهود الغاصبين، وأن يردهم خائبين، اللهم آمين. قال: باب الأضحية. الأضحية ما يذبح من النعم في يوم العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق، في يوم النحر وأيام التشريق، تقربا إلى الله عز وجل. ما يذبح من النعم في يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. ودل على مشروعية الأضحية السنة النبوية قولية وفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وعن أمته، وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن تضحي، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذلك هي من السنن الأكيدة، بل يكره تركها للقادر عليها، بل قال بعض أهل العلم بوجوبها. والأضحية إخواني بارك الله فيكم لها أحكام وشروط، فمن شروطها أنها تكون من بهيمة الأنعام، فلا تصح الأضحية بغير بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أيضا أن تذبح في الوقت المعلوم الذي هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده. ومن شروط الأضحية أيضا أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. هنا الناظم رحمه الله ذكر جملة مما يتعلق بأحكام الأضحية، فقال رحمه الله: يسن للمكلف الأضحية بشاة ضان أكملت سنية، أو بالثني من معز أو من بقر، كلاهما في ثالث الأعوام قر، أو إبل وهو الذي قد تم له من السنين خمسة مكملة، وإن تكن من إبل أو من بقر فواحد عن سبعة ولا ضرر، وتمنع العوراء والعرجاء، كذلك العجفاء والجرباء، وكون كل بينا بها وجب، فليغتفر يسيرها إلا الجرب، وضر قطع أذنها أو الذنب، ولا يضر الخصي أو قرن ذهب، ووقتها من بعد ركعتين خفيفتين ثم خطبتين، يؤتى بها قصدا من الشروق من يومها لآخر التشريق، وسن عند الذبح أن يصلي على النبي المصطفى مسميا مكبرا مستقبلا مع الدعاء لله في قبولها تضرعا، والبيع منها لا يجوز مطلقا، وأوجبوا في حقه التصدق ببعضها، وسن أكل ما ندر ولا يجوز أكله مما نذر. قال رحمه الله: يسن للمكلف الأضحية، تسن للبالغ العاقل المسلم الحر المستطيع، تسن الأضحية للمسلم البالغ العاقل المكلف الحر المستطيع. والظاهر في الاستطاعة أنه يملك ما يكفيه ومن ينفق عليهم يوم العيد وأيام تشريق الثلاثة، فإذا كان يملك ذلك وزاد ما يمكن أن يحصل به أضحية فإنها سنة في حقه. قال: يسن للمكلف، والأضحية سنة عين في حق المنفرد، وسنة كفاية في حق أهل بيت تعددوا، في حق أهل بيت تعددوا. وما المراد بأهل البيت؟ المراد بأهل البيت من تجمعهم نفقة منفق واحد.
قال يسن للمكلف الأضحية بشاة ضأن. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، إما من الغنم أو من البقر أو من الإبل، فلا تجزئ من غير بهيمة الأنعام. قال بشاة ضأن أكملت سنية، أي تم لها سنة أو أجذعت قبل السنة. ومعنى الإجذاع تساقطت مقدم أسنانها، وهذا يكون بعد 6 أشهر وقبل السنة. فإذا حصل الإجذاع قبل السنة أجزأت، وإلا إذا لم تجذع فإنها لا تجزئ حتى يتم السنة. قال أو بالثني من معز أو من بقر، والثني ما تم له سنتان، فإذا كان من الماعز فلا بد أن يتم له سنتان ويدخل في الثالثة، أو من البقر فلا بد أن يتم لها سنتان وتدخل في الثالثة، أو بالثني من معز أو من بقر كلاهما في ثالث الأعوام قر، أي دخل في الثالث، إشارة إلى أن السن هنا تحديدي، فلا بد من إكمال السنتين يقينا. واضح؟ أو إبل وهو الذي تم له، أو إبل وهو الذي قد تم له من السنين 5 مكملة، تم له 5 سنوات. ثم قال وإن تكن من إبل أو من بقر فواحد عن 7 ولا ضرر، يعني أن الناقة الواحدة الإبل الناقة الواحدة تجزئ عن 7، والبقرة الواحدة تجزئ عن 7، سواء اشتركوا كلهم يريدون الأضحية أو تفرقت مقاصدهم، اختلفت مقاصدهم، فهذا يريد أضحية وهذا يريد عقيقة وهذا يريد لحما وهذا يريد تجارة يجزئ. واضح؟ فلا يشترط اتحادهم على مقصد واحد. قال هنا وإن تكن من إبل أو من بقر فواحد عن 7 ولا ضرر. لو قال قائل ما هو الأفضل في الأضحية، نقول الأفضل من حيث الذات أنك تذبح 7 من الغنم، هذا أفضل شيء، 7 من الغنم، هذه المرتبة الأولى، ثم ناقة الثانية، ثم بقرة، أي لوحدك تذبح ناقة أضحية لوحدك دون مشاركة، ثم بقرة أي وحدك، ثم ضأن أولا، ثم ماعز، تمام، لأن هذه المرتبة رقم كم؟ 5. 7 من الغنم، ثم ناقة، ثم بقرة، ثم ضأن، ثم ماعز، ثم 7 ناقة، ثم 7 ناقة، ثم 7 بقرة. فهمتم الترتيب؟ هذا المراتب من حيث الأفضل، من الأفضل إلى الأدنى. قال وإن تكن من إبل أو من بقر فواحد عن 7 ولا ضرر. ثم بين لك العيوب التي تمنع من الإجزاء، فقال وتمنع العوراء والعرجاء. تمنع العوراء، والعوراء هي التي ذهب ضوء إحدى عينيها، أي بصر إحدى عينيها، الضوء يطلق على البصر، ذهب الضوء أي ذهب البصر من إحدى عينيها، تمنع. ما معنى تمنع؟ أي أنها لا تجزئ. الثانية العرجاء، لا تجزئ حتى لو حصل العرج عند الذبح، حتى لو حصل العرج عند الذبح فإنها لا تجزئ. كذلك العجفاء، الهزيلة، الهزيلة التي لا مخ لها من هزالها، نحيلة جدا، واضح، لا تجزئ. كذلك الجرباء التي بها داء الجرب، وهو داء يصيب الجلد ويفسد اللحم، أيضا لا تجزئ. واضح؟ إذن كم هذه التي لا تجزئ؟ 4: العوراء، العرجاء، العجفاء، الجرباء، 4 لا تجزئ. طيب انتبه معي، العوراء متى لا تجزئ؟ إذا كان العور بينا، فأما إذا كان العور يسيرا فإنها تجزئ. العرجاء متى لا تجزئ؟
إذا كان العرج بينا، أما إذا كان العرج يسيرا فإنها تجزئ. كذلك العجفاء متى لا تجزئ؟ إذا كان هزالها بينا، فإن كان يسيرا فإنها تجزئ. لكن الجرباء لا تجزئ مطلقا وإن قل الجرب فيها، لأن الجرب يفسد اللحم. والضابط في العيب هنا في هذا الباب ما أنقص اللحم أو شيئا مما يؤكل فإنه لا يجزئ. فهم؟ ولديك انظر ماذا قال: أنا قلت لكم الجرب وإن كان يسيرا لا يجزئ، صح؟ بخلاف الباقي، إنما لا يجزئ إذا كان كثيرا بينا. ولديك قال: وتمنع العوراء والعرجاء، كذلك العجفاء والجرباء، وكون كل من هذه العيوب، وكون كل بينا بها وجب، فليغتفر يسيرها، أي يغتفر يسير العور، يسير العرج، يسير الهزال، يغتفر إلا الجرب، هذا لا يغتفر وإن كان يسيرا. فهمتم؟ ثم قال: وضر قطع أذنها، ضر قطع أذنها، أي إذا قطعت أذنها وأبينت فإنها لا تجزئ، بخلاف ما لو شقت أذنها ولا تزال معلقة فإنها تجزئ. فهمتم؟ شقت أذنها بهذا الشكل، هذه أذنها شقت هكذا لكن ما زالت معلقة، فهذه تجزئ. لكن لو قطعت هكذا فإنها لا تجزئ، ولو كان المقطوع يسيرا. فهمنا؟ كذلك التي خلقت بلا أذن لا تجزئ. قال هنا: وضر قطع أذنها أو الذنب، كذلك لا تجزئ. ولا يضر الخصي، لا يضر الخصي، لماذا؟ لأن الخصية، إزالة الخصية، سبب في سمن الحيوان وطيب لحمه، فلذلك اغتفر، فقالوا بإجزاء الخصي. قال: أو قرن ذهب، كذلك لا يضر إذا كانت مكسورة القرن، لماذا؟ لأنه ليس مما يؤكل. قال رحمه الله: ووقتها، أي وقت الأضحية، من بعد ركعتين خفيفتين ثم خطبتين، أي أن وقت الأضحية يبدأ متى؟ بعد أن يمضي، بعد طلوع الشمس، بعد أن يمضي قدر خطبتين وركعتين، قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، سواء خطب أو لم يخطب. ولذلك هنا لما قال وقتها من بعد ركعتين، قد يفهم أنه لا بد من صلاة الركعتين، لكن ليس هذا المراد. المراد ووقتها من بعد قدر ركعتين، من بعد قدر ركعتين. فهمتم؟ يعني لو طلعت الشمس الساعة 6 ما يتسع لركعتين وخطبتين خفيفات 10 دقائق، فإذا مضت 10 دقائق أجزأت، سواء خطبوا وصلوا أو لا. جيد؟ قال: ووقتها من بعد ركعتين خفيفتين ثم خطبتين، يؤتى بها قصدا، أي يؤتى بها مع النية قصدا، من الشروق من يومها لآخر التشريق، أي من شروق يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وأيام التشريق كم أيام؟ 3 أيام عند الشافعية غير يوم النحر، وعند الجمهور 2 غير يوم النحر. واضح؟ قال هنا ذاكرا السنن، سنن الأضحية، فذكر من السنن 5، ذكر من السنن كم؟ 5. قال: وسن عند الذبح أن يصلي على النبي المصطفى، هذه السنة الأولى، مسمية هذه السنة الثانية. فالتسمية سنة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثانية، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم صلي وسلم على نبيك محمد. تمام؟ قال هنا: وسن عند الذبح أن يصلي على النبي المصطفى مسميا. طيب لو أنه ذبح دون تسمية صحت وحلت،
لكن يكره تركها مع العمد. قال: مكبرا، والتكبير سنة تختص بها الأضحية، فبعد أن يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يقول في البداية: بسم الله الله أكبر، كما جاء في الحديث، واضح؟ مستقبلا أي يستقبل بمذبحها القبلة، فيجعل مذبحها إلى القبلة. قال: مستقبلا مع الدعاء، أي فيقول الدعاء الوارد: اللهم هذا منك وإليك، أي هذه النعمة حصلت لي منك يا رب وأنا أتقرب بها إليك، اللهم منك إليك، اللهم منك وإليك. قال: مكبرا مستقبلا مع الدعاء لله في قبولها تضرعا. ثم ذكر بعض الأحكام فقال: والبيع منها لا يجوز مطلقا. لا يجوز البيع من الأضحية مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كانت واجبة أو مندوبة، لا يجوز مطلقا، واضح؟ وأوجبوا في حقه التصدق ببعضها، ويجب عليه أن يتصدق بما يسمى لحما، بما يطلق عليه الاسم، وشرطه أن يكون نيئا، واضح؟ وشرطه أن يكون لحما أيضا، لحما نيئا، فلا يكفي أن يتصدق بالكبد مثلا أو بالقلب، لا بد أن يكون لحما ولا بد أن يكون نيئا، وأن يتصدق به على مسلم فقير أو مسكين، اتضح؟ قال هنا: والبيع منها لا يجوز مطلقا، وأوجبوا في حقه التصدق ببعضها، وسن أكل ما ندر. إذا أراد الأكمل فإنه يأكل القليل، ما ندر يعني ما قل، يأكل لقيمات ويتصدق بالباقي، يأكل لقيمات ويتصدق بالباقي، هذا الأفضل. وسن أكل ما ندر، ولا يجوز أكله مما نذر، أي أن الأضحية إذا كانت منذورة، كان قال: نذرت أن أضحي بهذه الشاة، أصبحت واجبة، فيجب عليه التصدق بجميعها، ولا يجوز له أن يأكل هو أو من ينفق عليهم شيئا منها. قال: ولا يجوز أكله مما نذر، أي مما تعين عليه وجوبا، اتضح؟ هذا باب الأضحية. ثم قال: باب العقيقة، وكل مولود له العقيقة على أبيه وهي في الحقيقة شاة للأنثى واثنتان للذكر، والإبل أولى أولا ثم البقر، تطبخ يوم سابع الولادة للفقراء وغيرهم بالعادة، وحكمها ووصفها كالأضحية، وسن معها حلقه والتسمية. قال رحمه الله: وكل مولود له العقيقة. العقيقة سنة جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. كل غلام مرتهن، ما معنى مرتهن؟ أي إذا لم يعق عنه فإنه لا يشفع لوالديه. وقيل مرتهن أي أنه لا ينمو كنمو أمثاله، ينقص نموه. كل غلام مرتهن بعقيقته. قال: وكل مولود له العقيقة على أبيه، أي أن العقيقة في الأصل مطلوبة من الأب إذا كان موسرا بها في زمن النفاس، واضح؟ وهي في الحقيقة شاة للأنثى واثنتان للذكر، هذا الأكمل، شاة للأنثى. طيب والخنثى؟ بعض الفقهاء قال الخنثى كالأنثى شاه، وبعضهم قال الخنثى كالذكر احتياطا، فيسن له شاتان. طيب الذكر بشاة تحصل أصل السنة، والأكمل شاتان، والأكمل شاتان. قال: والإبل أولى، أي إذا ذبح ناقة فهذا أولى، واضح؟ عقيقة، هذا أولى. أولا ثم البقر، كما مر معنا قبل قليل في الأضحية. قال: تطبخ يوم سابع الولادة. هذا أحد الأحكام التي تختلف فيها الأضحية عن العقيقة. في الأضحية
يجب التصدق باللحم نيئا. في العقيقة المستحب أن يطبخ ثم يرسل إلى الناس كما هي عادتكم في هذه البلاد، تطبخ يوم سابع الولادة للفقراء وغيرهم للأغنياء، حتى الأغنياء يجوز لهم هنا التصرف بما أهدي إليهم، يمكن أن يبيعوه مثلا بخلاف الأضحية، تمام، وغيرهم بالعادة. ثم قال وحكمها ووصفها كالأضحية، أي من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب كالأضحية تماما. وسن معها حلقه، أي يسن حلق شعر المولود، وذلك في يوم السابع، واضح. والأفضل أن يكون الحلق بعد الذبح، إذن تذبح العقيقة أولا ثم يحلق شعره ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة. والتسمية أي ويسن أن يسمى باسم حسن أيضا في يوم سابعه، واضح. نكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب، لنشرع بعد ذلك في كتاب السبق والرمي، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.